بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعل لهم أئمة ونجعل لهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما مما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه في إنا ردوا إليك وجعلوا من المرسلين. صدق الله العظيم. اللهم فرج عنا المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين.